مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وطبعا هذه النشره الاخباريه، وخلاص هنتكلم عن منتخب مصر واستعداداته للمباراه الاخيره ليه في بطوله كاس العالم امام السعوديه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، والمباراه اللي هتكون في تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره. المباراه مهمه لاسباب كتير، ويمكن اهم هذه الاسباب هو ان احنا نفسنا ناخد 3 نقط في كاس العالم. في تاريخنا احنا شاركنا دي 3 مره ما خدناش 3 نقط خالص، ف بالتالي مهم جدا ان المنتخب يقدر يفوز على السعوديه، مع ان المعنويات يمكن منخفضه جدا عند منتخب مصر بعد ما خسرنا المباراه الاولى بشكل درامي صعب شويه، والهدف في الدقيقه الاخيره عن طريق خيمينيز مدافع اورجواي، واول 3 نقط فقدناهم. طبعا المباراه الثانيه ايضا سيناريو يمكن غريب شويه بالنسبه للمنتخب المصري امام روسيا، خسرنا 3-1. وخليني اقول لكم برضو ان الظروف يمكن عكس المنتخب المصري شويه قبل بطوله كاس العالم. اولا طبعا اصابه محمد النني، يعني الناس يمكن ناسيه القصه دي، محمد النني في احد اخر مبارياته الخاصه بفريق ارسنال الانجليزي يمكن جاله التواء قوي في الكاحل، ويمكن على مشارف بدء بطوله كاس العالم ابتدى ان هو يكون جاهز بنسبه 100%، فده طبعا السبب ان ممكن يكون محمد النني ما بيأديش بالشكل المطلوب مع المنتخب في بطوله كاس العالم. ايضا الاهم كمان اصابه محمد صلاح في نهائي الشامبيونز ليج وقبل بدء بطوله كاس العالم بثلاث اسابيع، ده اثر بشكل كبير سواء على مستوى صلاح وعلى الناحيه المعنويه كمان عند المنتخب المصري ولاعبي المنتخب المصري، فبالتالي الظروف يمكن كانت مع عندنا. ايضا كمان في يعني اعتقد كده خطا تنظيمي في تواجد المنتخب في مكان او فندق بعيد جدا عن اماكن مباريات المنتخب في بطوله كاس العالم، كلها عوامل ادت لشكل يمكن مش مناسب بالنسبه لمنتخب مصر في بطوله كاس العالم. لكن يعني شيء مش مفاجاه بالنسبه لنا ان المنتخب يخرج من الدور الاول، مش مفاجاه بالنسبه لنا، كنا نطمح ان المنتخب يوصل لادوار اخرى او بالتحديد حتى دور ال 16، وده كان هيبقى انجاز كبير جدا، كان هيبقى انجاز جيد بالنسبه لمنتخب مصري، لكن الانجاز الاكبر بالنسبه لنا هو الوصول اخيرا لبطوله كاس العالم بعد غياب 28 سنه، فبالتالي خبرات مش موجوده سواء الخبرات التنظيميه او حتى الخبرات الخاصه باللاعبين والجهاز الفني ايضا وكل العناصر الخاصه بمنتخب مصر، فالاهم ان احنا نستفيد من اخطائنا في بطوله كاس العالم، ومن النهارده او من بعد مباراه السعوديه على طول نبتدي نحضر ان شاء الله لتصفيات كاس العالم 2022، وهو هيبقى الطموح المهم جدا بالنسبه لمنتخب مصر، مش نكتفي بس ان احنا وصلنا كاس العالم في روسيا 2018، لا لازم يكون ده اساسي بالنسبه للمنتخب فيما هو قادم من اجيال ان شاء الله كتير لمنتخب مصر، ان احنا نواصل التواجد في بطوله كاس ان شاء الله من خلال الخبرات. فأكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في مباراة السعودية، وهيكون شيء جيد، ويعني هيشيل حزن شوية من عند الشعب المصري سبب خسارتين ورا بعض في بطولة كاس العالم، ان احنا ان شاء الله نفوز على السعودية ناخد اول 3 نقاط في تاريخ مصر في بطولة كاس العالم، ونحرز ايضا عدد اهداف اكتر بخلاف هدف صلاح في روسيا، فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب في مباراة ان شاء الله السعوديه بعد غد ان شاء الله. بالنسبه للاخبار الخاصه بمنتخب مصر، خلاص المنتخب الوطني وصل فولفوغراد طبعا احد المدن في روسيا، وهي المدينه اللي هتستضيف طبعا مباراه منتخب مصر والسعوديه. الرحله يمكن استغرقت حوالي ساعه بالنسبه للمنتخب الوطني، وبكره ان شاء الله الساعة 2 الظهر هيكون في الاجتماع الفني الخاص للمباراة، والساعة 3 على طول هيكون المؤتمر الصحفي، ودي الأشياء أو الحاجات اللي بتبقى معتاد عليها قبل أي مباراة رسمية. هيكون مؤتمر الصحفي هيتواجد فيه مستر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، وأيضا هيكون متواجد فيه عصام الحضري كابتن منتخب مصر، اللي بنسبة كبيرة هيشترك في مباراة السعودية كنوع من التكريم، مع أن أنا ضد موضوع التكريم ده، لكن الراجل برضو حقق تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر، وخصوصا ان احنا خلاص خرجنا بشكل رسمي من بطوله كاس العالم، فعصام الحضري بالمناسبه يعني هو اللي هيكون اقرب للمشاركه اساسيا في مباراه السعوديه القادمه. لكن عشان نتكلم عن بطوله كاس العالم بشكل مفصل ايضا، خليني اخد على التليفون دلوقتي طبعا كابتننا الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. كابتن عادل مساء الفل عليك. مساء
اهلا، مساء النور يا حبيبي، ازيك، ازي حضرتك، اخبارك؟ عامل ايه، اخبارك ايه، كله تمام؟ اخبارك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله، الله يخليك. يعني طبعا عايز استغل تواجد حضرتك معايا ونتكلم عن المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم ورؤيتك لأدائهم والنتائج يمكن السلبية لكل المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، لكن خلينا نبتدي بالتحديد بمنتخب مصر ورؤيتك الفنية لمشوار منتخب مصر في كأس العالم من خلال أول مباراتين سواء أمام أوروجواي أو أمام روسيا. شوف، أنا عايز أقول لك مش أول مباراتين ولا حاجة، تعالى نشوفها من أول الإعداد. هي دي المهمة أوي، مفيش تيم كورة بيلعب بدون إعداد. أنت إعدادك كان سيء للغاية. إعدادك كان في كوبر عايز يثبت للناس ومش عارف إيه اللي دخل في دماغه الموضوع ده. بس كالعادة اتعلم مننا. إن هو يقول للناس إن أنا اللي بلاعب الناس صح يعني. ليه؟ بيت لك الدليل. أول مباراة لعبها كوبر لعبها مع البرتغال. وعمل اداء كويس في اول مباراه باللعيبه الاساسيين بالظبط، وحب ان هو يشوف هيعمل ايه من غير محمد صلاح. انا بقى يعني انا بلتمسته ان هو بيشتغل لصالح المنتخب. فكان عايز يلعب بدون محمد صلاح اخر ربع ساعه، اتغلب. عرفنا ان محمد صلاح هو المنتخب للهجوم، اما كوبر المنتخب للدفاع في اول مباراه. المباراة الثانية حد خد مجموعة كبيرة قوي من اللاعبين اللي الناس كلها بتنادي بيها في مصر. أنا مدرب منتخب لا أبالي أي حد. ما أنا ليش دعوة بالجمهور، أنا ليا دعوة بقناعاتي أنا. خد مجموعة كبيرة ولا وبلغة الكورة حرقها في إنه يلعبهم كلهم مباراة اليونان بدون تجانس علشان يثبت للناس ان هو راجل، هو اللي صح، اللعيبه اللي بيلعبها هي اللي صح. فحرق حسين الشحات، حرق قفشه، حرق لعيبه كتيره قوي. فدي المباراه الثانيه. جينا بقى مباراه الكويت وطلع وقال ان انا ما يهمنيش النتيجه، يهمني السيستم اللي العب فيه في كاس العالم. وده كان مراوغه من كوبر ان هو اولا ما كانش بيعمل كده لانه لاعب ست اسماء اللي هيمشيهم. منهم كريم ولاعيبه اللي هم السته اللي بداوا من المباراه واحمد الزكي، يعني مجموعه اللعيبه اللي هو اللي خدهم فوق ال 26 علشان يحرقهم ويمشيهم. بالظبط. ادي رقم اثنين. دخلنا على المباراه بتاعت بلجيكا. انا عايز اقول لك ان تريزيجيه وده مستر ولا حاجة، لكن يعرفوا أي مدرب في الجيم. تعرف إن الجيم ما كانش في حساباته قبل المباراة الأولانية لأنه قعد احتياطي المباراة. ليه؟ لحجة إن تريزيجيه بيعرف يهاجم، هو ما بيحبش حد يهاجم. هو راجل طول الوقت يعني. حسام غالي أسباب خروجه من المنتخب إنه عنده فكر وعاوز يهاجم. بالظبط. مش بيخالف المدرب ولا حاجة عشان اتقال. ودي كذبة يعني. انه ما بيعرفش يعني ما بيدافعش 100% يعني. مش دعوة مستر كوبر الا بالدفاع. فمن هنا عرفت ان كوبر راجل نمطي وكلاسيكي، واولا ما بيعرفش يعمل اي استراتيجية للمباريات الهامة الكبيرة. بدليل احنا مش بنتجنى عليه. تمام. بدليل 13 فاينل يختاروا. عارف يعني ايه 13 فاينل يختاروا مدرب؟ على مدار تاريخه كمدرب. معناها انه ما اتعلمش من الفاينل الاولاني والثاني والثالث والرابع وال 12 يا غايه ال 12. يعني اكبر دليل ان راجل ما بيعرفش يلعب المباريات التكتيكيه. هو نمط الكلاسيكي ينفع في البلاد الاوروبيه وينفع في البلاد اللي متسيستمه صح. ودي احد اسباب فشل كوبر مع المنتخب في كاس العالم. يرجع يقول عمل حقق لنا حلم. ما ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك يا كابتن عادل. يعني يمكن البعض شايف ان مستر هيكتور كوبر قدر ان هو يحقق مع منتخب مصر يرجعه لبطوله الامم الافريقيه ونهائي البطوله كمان وايضا التاهل لكاس العالم. اتفضل يا كابتن، اتفضل. سيبك الموضوع ببساطه عشان الناس تفهمه يعني. جه مستر كوبر مسك منتخب مصر عشان بيلعب الكونغو. بالظبط. بيلاعب اوغندا وبيلاعب غانا. اولا يمكن انا حكيت الموقف ده، انا كنت مدرب في نادي الاتحاد السعودي وكان علي منتاري كان بيلعب معايا سوري.
منتاري. علي سوري منتاري نجم غانا الكبير. يوم لما القرعه اتعملت قام برجلي وقال لي مبروك، احنا بنعد منتخب بدليل ان المنتخب بتاع غانا راح ما جابش جونين في اول التصفيات في اول اربع مباريات، فشالوا المنتخب ده كله ولعبوا العيال الصغيره قوي، راحوا كسبوا الفرقه اللي احنا ما عرفناش نكسبها الا 2-1 في استاد القاهره 5-1 عشان تعرف. اوغندا سيبك من الناس اللي بيقول لك اوغندا فرقه كويسه ومش فرقه كويسه، اوغندا فرقه ضعيفه جدا للغايه، كونغو فرقه ضعيفه، يعني عايز اقول لك احنا كنا لاقي عشان الشعب المصري اللي احنا نوصله. اي تيم في الدوري الممتاز المصري اقل من مركز السادس السابع في مجموعه مصر كان وصل. خلينا نعترف بكده. تمام. فلما جه كوبر يلعب الفاينل بدا يلعب بالتكتيك الاولاني، اولا كوبر لو لاعب البرازيل هيلعب 4-2-3-1، كوبر لو لاعب مركز شباب هيلعب 4-2-3-1 لانه ما عندوش بلان بي. كوبر تمثله بمنتخب لوحده، منتخب دفاعي، والمنتخب الهجومي عندنا محمد صلاح فقط. لو المنتخب بتاع محمد صلاح الهجومي ما جاش يبقى انت لا تتعادل والنسبه الكبيره انك تخسر. فبدا كوبر يشتغل في استراتيجيته اللي هو ما عندوش استراتيجيه ولا عنده بلان بي ولا سي ولا اي حاجه المتعارف فيه للمدربين. ده كوبر. انا مش بقول الكلام ده وارجع لكل مداخلاتي وابدا وارجع لكل فرق. طيب يا كابتن عادل، الكلام ده بقوله على كوبر من زمان مش عشان خسر كاس العالم. طيب كابتن عادل، بالنسبه لبقيه المنتخبات العربيه معاهم مديرين فنيين مختلفين اكيد او فكرهم مختلف جدا عن مستر هيكتور كوبر، لكن النتائج هي كل المنتخبات محققين نتائج سلبيه. بس بيلعبوا هو بس المنتخب السعودي معاه مشاركك في المجموعه، لكن المنتخب المغربي بيلعب فرق كبيره جدا وشرفك بصراحه وشرفك في حداثه الكوره، شرفك ان هو لعب كوره جيده، عنده افراد جيدين. الحاجه الثانيه عنده مدرب كبير بيعرف يشتغل تكتيكيا، يعني مدرب من المدربين اللي اتمنى ان منتخب مصر يستعين انه مدرب كبير. مش هيرضى. المهم انه مدرب كبير فده المغرب. اما المنتخب التونسي مع المنتخب البلجيكي، المنتخب البلجيكي كسبت بسهوله 3-0 في الاعداد. فعايز اقول لك انه منطقي، يعني منطقي ان المنتخب التونسي يعني مش. والحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك، خلاص الكوره بقت اقل، اتاخروا فيه. تعالى فهمني انت بتعمل ايه للمستقبل؟ المستقبل في المنتخبات القوميه، يعني المنتخبات القوميه اللي طالعه من تحت. تعالى قول لي نتائج المنتخبات القوميه سلبيه، هي طالعه من تحت سلبيه للغايه طبعا. اذا ما يبقاش عندك مستقبل. اذا محمد صلاح ولا تريزيجيه ولا احمد فتحي ولا حجازي، اللعيبه اللي هي انا بعتقد ان هي اقرب لعيبه في المنتخب القومي لانها تناسب اللعب الدولي، الاربعه دول مطلعين طلوع اللي هو لما اكتسبوا الخبرات، يعني افراد احمد فتحي خبرات عاليه قوي طبعا، حجازي خبرات عاليه كبيره ولعب في اوروبا ولعب في النادي الاهلي والحاجات دي كلها، فدي وقدراته خاصه لانه الجسمان بتاعه، لكن طوله كده لكن حجازي برضو لا اقدر اقول لك عليه، حجازي يلعب وسط مجموعه قويه بتلعب كويس، لكن انت كان عندك ذكريات كثيره قوي واهمها المدرب. المنتخبات العربيه علشان تجابه المنتخبات الاوروبيه اللي ايه، هم بعلم وانت غير علم، هم باداره وانت غير اداره، يجب يتوفر فيهم حاجه مهمه جدا، يجب يتوفر فيهم الجماعيه القويه قوي، الاصرار القوي قوي، اللياقه البدنيه القويه قوي. واحنا فاشلين في الثلاثه، مش منتخب مصر بس، العرب كلهم فاشلين ما عدا المغرب، لانه المغرب ملمسين كتير في الحته الاوروبيه، كل لعيبتهم من اوروبا بيلعبوا في اوروبا. فهكذا تدار
هكذا تدار كرة القدم في البلاد العربية. طيب. احنا بالضبط عاملين في الدول العربية بتاعتنا عاملين قانون خاص بينا. القانون الخاص بينا انك انت ابعد حاجة لشغالين في المجال ان هم يكونوا شاطرين في المجال، بس يكونوا شاطرين في حاجات اخرى. يكونوا شاطرين في العلاقات الخاصة. يكونوا شاطرين في ان هم يكونوا حبيبهم مسؤول من المسؤول. فدي هي دي عمرك ما دي نقطة سلبية جدا بصراحة، ونفسنا ان احنا نتخلص منها بقى، يعني عشان نحاول نتقدم شوية في مش هتتخلص منها. لان انت مش هتقدر تتخلص منها في الوقت الحالي الا بقرارات حاسمة وحاسمة. طبعا هسألك سؤال تاني، تعالى ناخد الفكرة الإدارية بتاعتنا في منتخب مصر. احنا بنعيد نهاية الكاس العالم، تقدر تقول لي اعضاء مجلس الادارة كانوا متواجدين فين؟ احسبها انت هتعرف ايه الموضوع. احسبها انت هتعرف ان ده الطبيعي. اللي حسنت عشانه محمد صلاح. بصراحة محمد صلاح. اللي حسنت عشانها طبعا الحزن الاكبر بلدنا. طبعا مصر ليه؟ اكيد. ليه؟ ايه العالم كله بص على مصر من خلال محمد صلاح في كرة القدم. وتوقعوا اداء افضل بكتير المنتخب كمان. كانوا مستنيين. ان في محمد صلاح واحد واثنين وثلاثة واربعة، لان لان المنتخب ده بيلعب افضل لاعب، افضل من افضل ثلاث لعيبة في العالم او اربع لعيبة في العالم هو محمد صلاح. فانت بنت بالاسلوب ده وبالهشاشة اللي احنا فيها. طيب يبقى الناس تقول ايه ساعتها؟ الناس ساعتها هتقول بالظبط كده، هتقول ان محمد صلاح حاجة صدفة، حاجة ما بتجيش كل 100 سنة بالظبط، فاهم، ومش تيجي كل 100 سنة. طيب. هو ده حال الكرة العربية. طيب كابتن عادل، يعني عايز استغل تواجد حضرتك معايا واسألك في حالة رحيل مستر هيكتور كوبر، شايف المدرب الوطني أنسب ولا برضه نشوف مدرب أجنبي يقدر يقود المنتخب الفترة الجاية؟ شوف أنا عايز أقول لك حاجة، مدرب أجنبي لو جه في مصر مش المهم المسمى، عربي أجنبي عبد السلام، أنا ماليش دعوة بالمسمى، بس يكون صالح للمكان. بمعنى يعني ما هو كوبر بيتقال عليه إنه مدرب عالمي ولا يصلح إنه يمسك فرقة في الدوري المصري. دي حقيقة يعني. سيبك هنفضل نقول ده لا ده مدرب عالمي ومش مدرب عالمي ومسك أندية كبيرة بره. كوبر ما بيمسكش أندية كبيرة بره، كوبر بيمسك سيستم. كوبر لو ما معهوش السيستم زي ما معهوش هنا السيستم في مصر هيبان بالاداء الهادف اللي هو كوبر، انت فاهم. فيجب ان احنا نجيب مدرب على مستوانا، مدرب المغرب او اعلى. اقل من كده يبقى حرام انك تصرف دولارات، حرام انك انت في الحاله الاقتصاديه اللي في البلد دي انك انت تكلف البلد زياده. يبقى لازم تجيب مدرب مصري. هتقول لي اسمه، هقول لك اي حد احسن منه. طيب كابتن عادل، مرشح مين يوصل حتى لدور نصف النهائي في بطوله كاس العالم من خلال اكيد متابعتك للمباريات المنتخبات في كاس العالم؟ شوف انا الالمان دلوقتي متعادلين 1-1 وممكن يخرجوا من البطوله. يعني الارجنتين ممكن تخرج من البطوله. خلاص ما بقاش الحته بتاعت الاسماء الكبيره. الاسماء الكبيره بقى العطاء والسيستم والشغل والقوه والسرعات البدنيه، انت فاهمني. وحط تحت السرعه 100 خط. كلمه السرعه دي حط على تحتيها 100 خط. اللاعب السريع في الوقت الحالي هو ده اللي هو اللاعب المميز في كره القدم، لان السرعه هو اللي بيفرق. الحاجه الوحيده اللي ما فيش حد بيتدخل فيها لانها رباني. بالظبط. اكبر سيستم في العالم ممكن يحسن السرعه هيحسنها 3-4-5% بالكثير. الا ممكن يحسن سرعه اداء، ممكن يحسن سرعه سلبيه، حاجات في كره القدم في التدريب يقدر نعملها، ولكن ما تنزلش السرعه. بدليل ان محمد صلاح افضل من افضل لاعبي العالم يمتلك السرعه. مثال في مصر، اديك مثال في مصر. لو مسكنا ايمن حفني كمهاره هنلاقي اعلى. مسكنا مصطفى زايد كمهاره، احمد الشيخ كمهاره، انا بكلمك على اللي شكل محمد صلاح في كله، هتلاقيهم مهاريا جامدين قوي، لكن محمد صلاح يمتلك اهم عنصر
مستوى كرة القدم في الوقت الحالي هو عنصر السرعة وفوق الفكر بتاع محمد صلاح طبعا. فوق احترافية محمد صلاح، فوق تربية محمد صلاح، وتربية محمد صلاح دي برضه تحط تحتيها متخطط. طيب كابتن عادل عبد الرحمن، عايز اختم معاك بجزئيه مهمه. احنا خلاص اتكلمنا عن منتخب مصر، لكن النادي الاهلي وحضرتك المدير الفني لشباب النادي الاهلي، عايز اعرف شكل التنسيق ما بين حضرتك وما بين الجهاز الجديد بقياده مستر باتريس كارتيرون وايضا الكابتن محمد يوسف في تصعيد بعض العناصر يكون محتاجها الفريق الاول، الفريق الاول خلال الفترات المقبله ان شاء الله. شوف احنا عاملين استراتيجيه كويسه وهنبدا فيها، يعني انا لسه هنبدا الفتره الجايه عاملين استراتيجيه كويسه، وانا اعرف ان كارتيرون من المدربين اللي بيتعاون كويس وبيحب الموضوع التصعيد والحاجات دي عشان بيحب يبني تيم. وبعدين هو مش غريب عليا، انا يمكن كارتيرون لعبته في السعوديه كان ماسك هو النصر، كان هو النصر وانا ماسك الوحده السعوديه اتقابلنا في الدوري ولعبنا قدام بعض مدربين. يعني مين اللي يعني فاز يا كابتن؟ هو كسب في اخر 5 دقايق المباراه. انا كنت كسبان للدقيقه 80 في ملعب النصر، بس نادي النصر بالنسبه لنادي الوحده طبعا نادي كبير جدا كبيره يعني. لكن الحمد لله عملنا مباراه لكن انا عارفه كارتيرون كويس، مدرب جيد جدا، مدرب بيعرف يحب التعاون. والهدف اللي انا جاي عشانه، انا هدفي ولا اخذ بطوله، النادي الاهلي عنده بطولات طبعا اكيد العالم كله بس كان بطولات في الفريق الاول او في الناشئين، لكن عندي البطوله الحقيقيه ان احنا عندنا تيم امل، تيم اخر يناسب النادي الاهلي ويناسب فكر النادي الاهلي، ونطلع لاعبين يستحملوا ضغط جمهور النادي الاهلي. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. يستحملوا اسم النادي الاهلي، ودي كمان مهمه قوي اكيد، لان اسم النادي الاهلي كبير قوي. اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى مواصفات خاصه، وخدنا دروس كتير قوي، جبنا لاعبين على مدار تاريخنا لا يناسبوا قوه النادي الاهلي على مدار تاريخنا، كان ما بيأدوش ولا بيقدروا يأدوا في النادي الاهلي. فعلشان كده احنا هنشتغل على اعلى علم ان شاء الله، ان شاء الله نطور من اللعيبه الصغيره علشان ما نحتاجش نشتري تاني. وأأمل ان النادي الاهلي في ظل الايام اللي فاتت، الايام اللي جايه دي كلها، يعمل الطفره بتاعه الناشئين اللي كانت معموله قبل كده، وايمن اشرف طلع وحسين السيد طلع، ناس كتير ناس كتير، واخرهم ناصر ماهر واحمد حمدي كمان، ولاعبين متالقين جدا. كل دول كانوا معانا احنا في القطاع ساعتها، مجموعه مدربين كبار اشتغلوا عليهم، كل واحد تمام افاد وزود لواحد. وان شاء الله ان شاء الله كمان الكابتن فتحي مبروك وجهازه يبدا يعمل لنا تنشيط كويس في الحته اللي تحت، ويصعدوا لنا علشان نصعد للفريق الاول، ودي اهم، وده اهم، وده الهدف الاساسي اكيد طبعا. بالظبط، ده الهدف الاساسي، ما فيش ابعد من كده. تمام، ان احنا عايزين نصعد لعيبه للفريق، لان الايام اللي جايه عايزين لعيبه يعرفوا قيمه النادي الاهلي. اللاعب اللي بيتربى جوه النادي الاهلي بيعرف القيمه كويس اكتر من اللي جايبه انت من بره. بالظبط، النادي الاهلي نادي كبير، فيجب ان كل اللعيبه اللي بتبقى متواجده فيه كبار. اكيد كابتن عادل عبد الرحمن، طبعا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن عادل عبد الرحمن احد نجوم النادي الاهلي منتخب مصر السابق، وايضا المدير الفني